بدأنا معكم في المحاضرة السابقة في الجزء الأول من شابتر 6 اللي هو الكيراليتي ذا هاندز اوف موليكيول، وتناولنا في مفهوم الناتيومرز وكيفية تحديد الستيريو سنترز ومفهوم الار والاس وكيفية تحديد المركب اذا كان ار او اذا كان اس. حنكمل معكم في هذا الجزء وحنتناول مزيد من التفصيل في موضوع الكيراليتي. السؤال: How many stereoisomers are possible for molecule with two or more stereocenters؟ كم من stereoisomers ممكن يكون المركب؟ في معادلة بسيطة جدا بتقولنا إنه أقصى حد the maximum number of stereoisomers possible is two os n. يعني الان هذه عدد الستيريو سنترز، عدد الستيريو سنترز. فرضا انه هذا المركب عنده 2 ستيريو سنترز، 2 ستيريو سنترز. طيب كم المركب ممكن يكون عندنا؟ كم من ستيريو ايزومر ممكن يكون عندنا؟ فبنقول 2 اس 2 4، 2 اس 2 4، فممكن يكون لنا 4 ستيريو ايزومرز، ممكن يكون 4 ستيريو ايزومرز. اذا عدد الستيريو ايزومرز ممكن يكونها اي مركب 2 مرفوع على القوه ان، بحيث ان يساوي عدد الستيريو سنترز الموجوده في المركب. هاي عندنا هذا المركب له 2 ستيريو سنترز، ضرتين مركزيات، ولذلك عنده 4 ستيريو ايزومرز موجوده عندنا. طبعا الأربعة ستيريو ايزومرز كل اثنين منهم بيكون عبارة عن انانتومرز، كل اثنين منهم بيكون عبارة عن انانتومرز. يعني هاي الـ OH بيكونوا قبال بعضهم، في عنده ميرور ايمج له، هذا بنسميهم انانتومرز. والصورة الثانية بيكون الـ OH ايش مالهم؟ مبتعدين عن بعضهم، بعض عكس بعضهم البعض، فأرض برضو لهم صورة في المرآة، برضو هذول إنانتومرز، برضو هذول إنانتومرز. طب شو علاقة المجموعة هذه بالمجموعة هذه؟ هذا بنسميهم دايا ستيريومرز، دايا ستيريومرز. إذا عندنا كل مركب عدد الستيريو ايزومرز بكون عنده 2 مرفوع على القوة N، حيث أن عدد ذرات الكربون. كل زوج منهم بيكون عبارة عن إنانتيومرز، بيكون عبارة كل زوج بيكون عبارة عن إنانتيومرز. عندنا هنا سؤال، طبعا قلنا عن الدايا ستيرومرز، دايا ستيرومرز يعني هم علاقة المجموعات مع بعضهم البعض، كل اثنين الباقي بيكون عبارة عن دايا ستيرومرز. يعني هم بيكون متشاكلات فراغية لكن مش ميرور ايمج لبعضهم البعض، فقط الميرور ايمج مسموح فقط يكون اثنين ميرور ايمج، يعني كل واحد له صورة في المرآة واحدة فقط. طيب تعالوا نشوف السؤال هذا ونوضح هذه الفكرة. اكزامبل انانجيومرز اند دايا ستيرومرز، هذا المركب 1 2 3 بيوتا ترايول هاز تو ستيريو سنترز، هذا المركب له فقط 2 ستيريو سنترز على الذرة الثانية والذرة الثالثة، على الذرة الثانية والذرة الثالثة. فبكون مجموع الستيريو ايزومرز له 2 أس 2 يساوي 4، 4 ستيريو ايزومرز ار بوسيبل فور ات following the three dimension representation for each. هذا الرسم تبعهم، هذا هم رسماتهم. which stereo isomers are base of enantiomers، اي زوج منهم حيكون enantiomers واي زوج منهم حيكونوا دايا ستيرومرز. طبعا طلعنا هذا، هي رقم واحد، هاي شايفين كيف شكله، مين اللي يكون بيكون صورة في المرآة لهذا الشكل؟ هل هذا؟ لا. هل هذا؟ لا. هي
إذن واحد وأربعة هما إنانتوماس، واحد وأربعة إنانتوماس. طيب اثنين، اثنين وثلاثة إنانتوماس. إذن واحد وأربعة إنانتوماس صورة بعضهم في المرآة، واثنين وثلاثة إنانتوماس صورة بعضهم إيه في المرآة. طيب شو علاقة واحد، شو علاقة واحد باثنين وثلاثة؟ علاقة واحد باثنين وثلاثة هما إيه؟ دايستيرومرز. علاقة واحد باثنين وثلاثة هما إيه؟ دايستيرومرز. وكذلك علاقة اثنين بواحد وأربعة هو إيه؟ دايستيرومرز. يعني هما ستيرو أيزومرز لكن ليسوا من الإمج لبعضهم إيه؟ البعض. هاي كومباوند 1 and 4 are one pair of enantiomers and compound 2 and 3 are second pair of enantiomers. Compound 1 and 2 are diastereomers. إذا كل واحد فقط له صورة واحدة في المرآة، طب علاقته باقي الستيريو ايزومرز علاقة بنسميهم دايستيرومرز، يعني هم متشكلات فراغية لكن ليسوا صورة بعضه في المرآة. عندنا اكزامبل 6.5، هذا متعلق بالسايكليك كومباوندز. نشوف كيف بنحدد الستيريو ايزومرز للسايكليك كومباوند. بداية لازم نحدد في البداية كم الستيريو سنتر موجود عندنا. في هذا المركب في عندنا 2 ستيريو سنتر. هاي الستيريو سنتر الأولاني وهي الستيريو سنتر الثاني. فعندنا عندنا 2 ستيريو 2 ستيريو سنترز. طبعا هنا ما ننساش انه هنا في ذرة هيدروجين بس مش موجودة، لأن احنا بنعرف احنا في السايكل كومباوند بنكتبش الهيدروجين. فعندنا هنا هاي ستيريو سنتر وهي ستيريو سنتر، فعدد الستيريو ايزومرز بيكون 2 اس 2 يساوي 4، بيكون عندنا 4. طبعا لقيت كيف بدنا نرسم الشكل الفراغي. الشكل الفراغي للمركبات هذه انه طبعا بيكون كل اثنين علاقتهم مع بعضهم انانتيومرز. هاي اول مركب المجموعتين باتجاه المجموعتين بكونوا هذا الغامق بكون باتجاهنا، لكن متقطع بكون بكون خلف البلين، خلف المستوى، فبكون في الاتجاه البعيد عنا. طيب تعالوا نشوف هنا في عندنا المجموعتين هما باتجاهنا، ولذلك هذا عندنا هنا المجموعة هذه، هي هي الشكل هذا له، فبكون هذا تو انانتيومرز اللي هو السيس. الشكل السيس تبعه سيس تو ميثايل سايكلوبنتانول. اذا السيس بكون هذا الزوج الاولاني من الانانتيومرز. الزوج الثاني بكون الترانس. الزوج الثاني بكون الترانس، بكون في واحده امام واحده خلف المستوى، وهذا هي المرايه بتكون هنا. فهذا برضه زوج من الانانتيومرز لمين؟ بس للترانس. اذا في هذا الشكل في هذا المركب بكون عندنا اربع ستيريو ايزومرز، اثنين منهم بكون للسيس واثنين منهم بكون لمين؟ للترانس. بنفس محلينا هنا شكل كيف محلينا هنا، حلوا لي المركب هذا. هنا عندنا سؤال، السؤال بيقول لك كيتينج ستيريو سنترز، حددوا الستيريو سنترز، وبرضه بدنا نحدد هاو ماني ستيريو ايزومرز ار بوسيبل فور ايج. تعال شوف هاي فقط عنده 1 ستيريو سنتر. السبب في ذلك لانه الذره الثانيه هذه مجموعتين السي اتش 3، هذول مجموعتين متماثلات، ولذلك هذه الذره مش لازم مش حتكون ستيريو سنتر، لا ينطبق عليها شروط ستيريو سنتر. فاذا هو فقط له 2 اس 1 2 فقط، عند عباره عن 2 ستيريو ايزومرز، وبكونوا انانتومرز.
طيب تعالوا شوفوا المركب الثاني. هذا المركب في عنده هاي مضرة وهاي الضرة الثانية. هنا هاي ستيريو سنتر وهي ستيريو سنتر الثانية، فبكون عندنا 2 أس 2 يساوي أربعة، فبكون عندنا أربعة ستيريو أيزومرز، أربعة ستيريو أيزومرز، كل اثنين منهم بكونوا عبارة عن كل اثنين منهم بكونوا عبارة عن إناتيومرز، واحد للسيس والثاني بكون لمين؟ للترانس، لأنه سايكليك، فبكون واحد سيس والثاني والثاني. طب تعالوا نشوف هذا المركب. هذا المركب برضو في عنده اثنين مجموعتين، هاي ذرة ستيريو سنتر وهي ذرة ستيريو سنتر. طبعا ليش هنا مش ستيريو سنتر؟ هنا مش ستيريو سنتر اللي عنده فقط ثلاث مجموعات، واحدة اثنتين ثلاثة، دبل بوند، هذه دبل بوند، هذه بتمنع انه الكربون هذا تكون عبارة عن ستيريو سنتر، لانه لازم يكون عندنا تتراهيدرا، لازم يكون عنده اربع مجموعات والاربع مجموعات تكون مجموعات مختلفة. اذا هذا فقط عنده تو ستيريو سنترز، وبذلك بيكون عنده أربعة ستيريو آيزومرز. هذا السؤال بتركه لكم، وعبارة عن واجب عندكم. هذا المركب عبارة عن بروبلم 6.6، عبارة عن واجب بحافظ عليكم أيقونة واجب الجيت مشان تحلوا لي إياه وتعطوني الحل على على الصفحة. فهذا البروبلم 6.6 هو واجب شابتر 6، واجب شابتر 6. مارك ذا ستيريو سنترز ان ايش كومباوند وذ استريكس بنجمه، هاو ماني ستيريو ايزومرز ار بوسيبل فور ايش، كم من ستيريو ايزومرز ممكن تكون موجوده. مونيكوس وذ 3 اور مور ستيريو سنترز، في بعض طبعا المركبات ممكن يكون فيها 3 4 5 عدد لا محدد من الستيريو سنترز، وكل ما كان العدد اكبر كل ما الستيريو ايزومرز زاد عددها وتضاعف عددها. هنا هذا المركب في عنده 3 ستيريو سنترز، فبكون عدد الستيريو ايزومرز عنده 2 اس 3، 2 اس 3 يساوي 8، فبكون عنده 8 ستيريو ايزومرز، 8 متشاكلات فراغية. three stereo sensors eight stereo isomers are possible. من واحد منها، من واحد من هذه الستيريو ايزومرز اللي هو المنثول، هو المنثول، one of the eight possible stereo isomers. منثول draw as shear conformation note the three groups of the cyclohexane ring are all equilateral. طبعا هذا الشكل، طبعا هذا الرسمه عنده، هذا التشير درو او تشير فيجر عنده، الرسمه صوره ممكن نرسم المركب على شكل تشير، هذا الشكل تبعه. يعني هذا المركب هو نفسه هذا المركب، بس صيغه الرسم تبعه اختلفت. هنا السايكليك، هنا تشير كونفورميشن. هذا عبارة عن المنثول، وهو عبارة عن مركب عبارة عن مركب عطري. طبعا المنثول هو عبارة عن زيت طيار له رائحة عطرية جميلة ومميزة، وهذا المركب هو اللي بيميز ريحة النعناع، بيميز ريحة النعناع، فبنستخرجه من النعناع أو بنستخرجه من عشبة بسموها عشبة الفليو. هذه العشبة بتنمو برضو ريحتها نفس ريحة النعناع. هو عبارة المنثول عبارة عن كحول زي ما انتم شايفين في مجموعة الـ OH، وبيستخدموا المنثول كزيت عطري بيساعد في عملية الهضم، فمن العطور العطرية راحتها جيدة ومفيدة لجسم الإنسان. من المركبات الشائعة والاستخدامات طبية كبير جدا هو الكابتوبريل. الكابتوبريل عبارة عن دواء، هذا الدواء مفيد جدا، is very effective for the treatment of high blood pressure، يستخدم في علاج ضغط ارتفاع ضغط الدم، وأيضا يستخدم في علاج congestive heart failure اللي هو فشل القلب الاحتقاني بسموه.
It's manufactured and sold as the SS stereoisomers. الصورة الفعالة من هذا المركب هي الـ SS stereoisomers. يعني لما بتكون الـ 2 stereo centers في صورة الـ SS stereoisomers، هذه هي الصورة الفعالة له والجسم بيستفيد منها. برضو من المركبات الفعالة والموجودة في داخل أجسامنا هو الكوليسترول. الكوليسترول من المركبات الفعالة، موجود في 8 ستيريو سنترز، موجود في 8 ستيريو سنترز، هيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ستيريو سنترز، وبذلك له 256 ستيريو ايزومرز. له 256 ستيريو ايزومرز، يعني له 256 ايزومرز او ستيريو ايزومرز له. فقط واحد منها هو الفعال في جسم الانسان. فقط الجسم بيستفيد فقط وبتعامل فقط مع صوره واحده من هذه 256 متشاكل فراغي. This is the stereoisomers found in human metabolism. فقط واحد منها الموجود في الهيومن ميتابوليزم، والجسم ممكن يعمل له ميتابوليزم ويستفيد منه. طبعا الكوليسترول مفيد جدا. الكوليسترول جسم الانسان يستخدم في الجسم في صناعه البايل اسيدز، العصاره الصفراويه، بيستخدم في صناعه برضه السكس هرمونز، التستوستيرون والانجستيرون. برضه يستخدم في صناعه الكورتيزون. كثير من الهرمونات والمركبات في جسمنا يستخدم الكوليسترول في عمليه بناءها، ولذلك هو مركب مهم جدا. زي ما انتم ملاحظين الجسم الانسان very 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 selective، يعني من 256 مركب واحتمال لهذا المركب، جسمنا فقط بيستفيد من مركب واحد. الكابتيوبريول عنده احتمالات عديده، عنده احتمالات عديده للمركب، ممكن يكون اس اس، ممكن يكون ار ار، ممكن يكون ار اس او اس ار، لكن الجسم فقط بيستفيد من صوره واحده فقط، هو الاس اس ستيريو ايزومرز، هو الفعال طبيا في جسم الانسان. What is the optical activity and how is chirality detected in the laboratory? الستيريو ايزومرز لها فعاليه ضوئيه بنسميها اوبتيكالي اكتف. اوبتيكالي اكتف، حيث الضوء لما مر في محلول هذه المركبات ينحرف باتجاهات مختلفه حسب نوعيه الانانتومرز، اذا كان هو ار او اي او اس. فالاوبتيكالي اكتف شوينج ذات ذا كومباوند روتيت ذا بلين اوف بولارايز لايت. لما يمر الضوء المستقطب في محلول لهذه المركبات، فالضوء المستقطب بولارايز لايت بيتجه باتجاهات مختلفة حسب مين؟ حسب طبيعة الانانتيومرز الموجود في هذا المحلول، إذا كان هو R أو A أو S. البلين بولارايز لايت، لايت with waves vibrating is all in only parallel planes، يعني هي موجات فقط تتحرك باتجاهات متوازية. طبعا لما بنحرف عنده احتمالين. انحراف الضوء ممكن يكون كلوك وايز باتجاه عقارب الساعة، أو ممكن يكون انحراف الضوء كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعة. إذا كان انحراف الضوء مع عقارب الساعة كلوك وايز باتجاه عقارب الساعة، فبنقول عنه ديكسترا روتارول. The rotation of the plane of polarized light in a polarimeter. يعني بالجهاز اللي احنا بيقسمنا انحراف الضوء المستقطب polarized light. إذا كان انحراف الضوء counter clockwise عكس عقارب الساعة، فبنقول عنه levo rotator to the left. Rotation of the plane of polarized light in the polarimeter. إذا انحراف الضوء ممكن يكون ديكسترو، ممكن يكون ليفو. ولذلك إذا كان ديكسترو بنعطي المركب دي، حرف الدي، دي يعني ديكستروتاتور. إذا كان انحراف الضوء ناحية عكس عقارب الساعة بنقول عنه ال.
إذا الإنانتيومرز، الإنانتيومرز المركب لما بكون تو ميرور إيمج، واحد منهم بكون دي، الثاني بكون إيه؟ ال. واحد منهم بكون دي والثاني بكون إيه؟ بكون ال. حسب إيه؟ حسب اتجاه الضوء المستقطب الموجود. هنا عندنا مركب، هذا المركب هو اللاكتيك أسيد، واللاكتيك أسيد بتم إفرازه في الجسم نتيجة الأنيروبيك ريسبيريشن اللي بيحدث في المسلز لما الإنسان يمارس جهد عضلي شديد، فبقوم بقوم العضلات تعمل أنيروبيك ريسبيريشن، تنفس لا هوائي لإنتاج لإنتاج الطاقة، فبنتج عندنا اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد منه في عنده ستيريو سنتر، وبذلك ممكن يكون عنده ستيريو ايزومرز، عنده تو ستيريو ايزومرز، واحد منهم بيكون اس والثاني بيكون بيكون ار، واحد بيكون اس والثاني بيكون بيكون ار، واحد منهم بيكون ديكسترو والثاني بيكون بيكون ليفو، واحد منهم بيكون ديكسترو والثاني بيكون ليفو. اتجاه الانحراف الاول بنحرف الضوء زائد 2.6 درجة، الآخر بنحرف سالب 2.6 درجة، يعني اثنين عكس بعضهم البعض. The positive enantiomers of lactic acid is produced by muscle tissue in the human. The negative enantiomer is found in sour, in sour cream and sour milk. يعني فقط البوزيتيف هو اللي بيتم إنتاجه في جسم الإنسان، بينما النيجاتيف مش موجود، النيجاتيف بيكون في اللاكتيك أسيد عن عملية تخمر الحليب. تعالوا نشوف what is the significance of the chirality in the biological world. إيش أهمية الكيراليتي في وظائف الحيوية والبيولوجية للكائنات الحية؟ إحنا بنعرف إنه في جسم الكائنات الحية في أنزيمات، هذه الأنزيمات هي اللي بتقوم بالعمليات الحيوية وتسريع التفاعلات في جسم الكائن الحي، وجعل التفاعلات تصير في مسار أقل طاقة في جسم الكائن الحي. كل أنزيم موجود في فتحات، هذه الفتحات بنسميها بندنج سايت. بندنج سايت هي هذه البندنج سايت اللي بترتبط مع مين؟ مع المركب الكيميائي الموجود في جسم الكائن الحي اللي احنا بنسميه سبستريت. فكل سبستريت يتوافق شكله مع شكل الانزيم اللي بيعمل عليه، وذلك الانزيمات فيري سيلكتيف، يعني كل انزيم بيعمل على مركب واحد، لانه هذا الشكل المركب يتوافق مع شكل الانزيم. طيب بعض المركبات لها اكثر من ستيريو ايزومرز، احنا ذكرنا انه بعض المركبات لها 200 او 300 او 400 او اكثر من الستيريو ايزومرز، كل ما زاد عدد الستيريو سنترز بيزيد عدد الستيريو ايزومرز، لكن الانزيم فقط بتعامل مع 1 ستيريو ايزومر من كل هذه الستيريو ايزومرز الموجوده في جسم الكائن الحي. على سبيل المثال هنا هذا الانزيم اللي هو بيعمل على ار جيسرالدهايد، الثري الار جيسرالدهايد بتوافق قلنا مع شكله مع شكل الانزيم اللي بيرتبط معاه، لكن لو اطلعنا على اذر ستيريو ايزومرز للجسرالدهايد اللي هو الاس جسرالدهايد، فحنلاقي انه شكله لا يتوافق مع مين؟ مع شكل الانزيم اللي بيعمل على الجسرالدهايد في داخل جسم الانسان، ولذلك فقط الار جسرالدهايد هي البيولوجيكالي اكتيف، هي فقط النشطه حيويا في داخل جسم الانسان، والجسم الانسان بيستفيد منها فقط، لكن اس جسرالدهايد الجسم الانسان ما بيستفيد منه. لكن طبعا المعلومه انه الكبد عنده قدره على تحويل اي ايزومر الى اذر ايزومرز، يعني ممكن جسم الانسان اذا عنده فيش عنده كفايه من ار جسرالدهايد وتناول اس جسرالدهايد، فممكن جسم الانسان انه يحول الاس لار. هذه جسم الانسان عنده قدره، وكذلك باقي المركبات، فجسم الانسان مو عنده قدره على تحويل مركب من ار لاس او من اس لار في الكبد، لكن هذا بياخذ بياخذ فتره زمنيه في عمليه التحويل. طبعا الكيراليتي موجوده في كل حال، لاحظها في كثير من الكائنات الحيه. هذا على سبيل المثال هنا غزال افريقي
شوف شكل القرون تبعاته، شكل القرون تبعاته عبارة عن عبارة عن ميرور ايمج لبعضهم البعض. فالكيرالتي بنلاحظها في كثير من من مظاهر الحياة الطبيعية الموجودة في كوكبنا. هذه الظاهرة ظاهرة مهمة جدا، حنتطرق لها يمكن بشكل أوسع لما نتناول بإذن الله تعالى في الفصل القادم، حنتناول الكيمياء الحيوية، حنتناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، لأنه هذا الموضوع بهمنا كثير جدا في نشاط المركبات الحيوية في داخل جسم الكائن الحي وأهميتها الحيوية للكائنات الحية والإنسان. هيك بكون احنا انتهينا من شابتر 6، اتناولنا مفهوم الكيراليتي، مفهوم الاستيريو ايزومرز، الاستيريو سنترز، الاناتيومرز، الدايستيريو ايزومرز، اتناولنا وتناولنا البيولوجيكال امبورتنس اوف الكيراليتي والاستيريو ايزومرز، واخذنا بشيء من التفصيل في موضوع كيفية تحديد اذا كان مركب ار أواس. هيك احنا بنكون انتهينا من هذا الشابتر، هذا شابتر مهم جدا عندكم لأنه حتتطرقوا له برضه في مساق البيوكيمستري، وبحدد لكم أهمية هذه الخاصية، خاصية الكيراليتي في تحديد نشاط الأنزيمات، وكي لماذا يستفيد الجسم من بعض المركبات ولا يستفيد من مركبات أخرى. أشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.